في مارس هذا العام بتحين مئوية الموسيقار محمد الموجي. وإذا كان هو لحن أغنية رائعة اسمها كامل الأوصاف لعبد الحليم حافظ، فموسيقى محمد الموجي كاملة الأوصاف، موسيقى ذات بصمة عاشت وخلدت أسماء من غنوها من عتاولة الغناء العربي. محمد الموجي عمل موسيقات طويلة وتقطيع قصيرة وإعلانات. عندنا في حلقتنا النهاردة حاجات مكتوبة بإيده ومتلحنة تذاع لأول مرة. معانا عالم الموسيقار محمد الموجي في مئويات. الاسم الأصلي بالكامل محمد أمين محمد الموجي، 4 مارس 1923، محافظة كفر الشيخ. أستاذ محمد الموجي، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود. مرت زمان زمان على نار وعذاب وغوار، أنا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوار، وهي غلطة مش حتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، اهي غلطة ومش حتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. أنا لما أكون بلحن لحن وأنا عاوز أطلعه على الناس، ما بطلعوش من نفسي من جوه أو من العود إلا إذا كنت مقتنع إن هذا هيعجب الناس. أكذب عليك لو قلت بحبك، لسه أكذب عليك، واكذب عليك لو قلت نسيتك، همسى اكذب عليك، امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بري وانا ارسي عليك، امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بري وانا ارسي عليك. نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، حبك نار، نار يا حبيبي. وبحبك قد عني حتى اكتر من شوية، وبحبك قد عيني حتى اكتر من شوية، واسأل ده انت وحل بقى
على طول حتقول لك هي. الملحن هو خالق الموسيقى. أيوه. وبعدين يعتبر السطر الموسيقي هو صاحب الأغلبية بالنسبة لانتشار الأغنية أو لمعرفة الأغنية. منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته. منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته. مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك ميت مرة، أنا قلت لك ميت مرة، أنا لسه أنا لسه أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا، يا تشوف لك حلك حكايتنا، يا تعزل وتسيب حياتنا. يما القمر على الباب نور انا ديره، يما ارد الباب ولا انا ديده، انا ديده يما. من قد ايه انا بسترناك وعيني عالباب والشباك، عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا يا حلو صباح، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا كل. على بابك عنبتنا، لا خطرة وضلينا بترفرف على عينا، لا خطرة وضلينا بترفرف على عينا. وطلب يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. يا قلبي سيبك من الحب سيبك، ولا حبيبي ولا حبيبك. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه. مئويته مئوية محمد الموجي. هيبقى فيه طبعا أغاني كتيرة جدا، وهيبقى فيه حكايات لأول مرة تحكى، وهيبقى فيه نوت وملحوظات هو عملها بخط إيده لأول مرة تعرض. كل ده هيكون من خلال أسرته، أسرته أولاده وأحفاده. خلينا نستقبل عائلة الموجي. أولا الأستاذ أمين محمد الموجي الابن الأكبر، الأستاذ يحيى الموجي
الابن والموسيقي الشهير دكتورة غنوة الموجي أو الأستاذة إلهام وأحمد الموجي أخر العنقود حفيد الأستاذ أنا بتكلم الحفيد عليه مش على حضرتك أهلا بك حفيد الأستاذ محمد الموجي الملحن أحمد الموجي أهلا بحضراتكم اهلا بيكم سعداء بوجودكم اهلا بيكم احنا الاسعد والله بوجودنا معاكي النهارده سعداء وفخورين ان احنا قدرنا نجمعكم في مئويه الموجي ايوه عيله الموجي غنيه عن التعريف اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك جدا الناس فاكره ان اول اغنيه اتعرفت لمحمد الموجي اللي هي صفيني مره وجفيني مره كان عاملها لعبد الحليم ودي اول مره بتتقال او احنا بنعرف انه ما كانتش لعبد الحليم اصلا بالظبط هو كان عاملها الاول عرضها على الاستاذ محمد عبد المطلب فقال له لا دي مش لوني راح للاستاذ عبد الغني السيد قال له لا دي مش لوني عرضها على شهرزاد انا الله يرحمه مع حفظ الالقاب يعني قالت له لا دي مش لوني ففي الاخر قال له عبد الحليم هنعمل ايه قال له طب ما ايه رايك اغنيها انا قال له غنيها ورزقك على الله بس في واحده غنت الاغنيه هو قبل المشوار ده ما خدها وعرضها على المطربين كان بيغني في كازن وصفية حلمي وهناك في مطربه اسمها زينب عبده هي اللي بدات تغنت اللحن ده بس ما تعرفش خالص بصوتها لا تعرفش خالص حتى ما بدا بقى بابا يدخل الاذاعه وبقى ليه ربع ساعة كده ركن الألحان الشعبية بدأ يعرض الصفيني مرة على المطربين بس الطريف في الموضوع بقى انه هو بيلف على المطربين دول كان عبد الحليم معاه هو صاحبه كان معاه وهو اللي كان بيغني لهم الأغنية علشان يعرضوها على هو اللي بيعمل الديمو ايوه بالظبط في الآخر قال يا محمد انا عاوزها خلاص اغنيها انا فقال له خلاص يا ريت اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه